فليحيا حاكم مصر المقتدر جناب أمن حوتب. ها؟ ماذا جرى الخماه حتى ذكرتنا أخيرا؟ لولا أنهم أجبروني لما قطعت عليك وقتك الثمين. أنا أسمع. قلت من هو الذي أجبرك؟ جئت إليك شاكيا. جئتك شاكيا يوزر سيف. هل يحق له أن يأخذ المال مقابل ما يعطيه من الحنطة لكهنة معبد آمون؟ لم لا؟ الحنطة هي رأس مال هؤلاء الناس ونتاج كدهم، لما علي أن أعطيها مجانا لمعبد آمون؟ الحنطة هي طبعا للناس، لا نقاش في ذلك، لكن آمون أيضا هو لكل الناس، والكهنة هم حفظة الناس على إيمانهم. لولا الكهنة ومعبد آمون ودعاؤهم بالخير فهل كنتم ستوفقون لادخار هذا الكم الهائل من الحنطة؟ لكن على حد علمي فأنتم لم توفروا بذ أدنى جهد لتصرفوا الناس عن التعاون مع جناب يوزار سيف وتسليم كل الحنطة إلى المخازن. لا صحة لذلك، هذه ليست الحقيقة، سوف نثبت لكم الحقيقة في حينه. لكن سؤالي لكم هو أنكم إن قررتم بيع الحنطة للكهنة وخدمة الناس هؤلاء فلماذا ب3000 دبن؟ لأنكم تملكون المال ولأنكم أصحاب نفوذ. أليس من الأفضل أن تفتح قليلا أبواب صناديق الإله آمون الملأ بالذهب والفضة؟ ألا ينبغي أن تنفق ثروة الآلهة يوما ما؟ أرجو المعذرة، لكن يبدو أنه قد تم التخطيط لإنفاق ثروات معبد آمون. ولكن هل أجبركم أحد ما على شراء الحنطة؟ لا جناب يوزرسي، لهذا السبب نحن لسنا مجبورين على شراء الحنطة بثمن غال، بينما نستطيع أن نشتري الحنطة من غيركم بنصف هذا الثمن. أنا أوافقك الرأي يا جناب الخماه، أنتم أحرار في أن تشتروا القمح من أي مكان ترونه مناسبا، حتى إنه يمكنكم أن تقصدوا البلاد الأخرى لتأمين ما تحتاجونه. أرجو ألا تعتبروا تصرفنا إخلالا بأمور تخص الدولة، أرجو ذلك، شكرا. عالي المقام، هذا العمل يخل بأمور الدولة، فهم باستيرادهم للقمح سيمنعونكم من الانتصار على آمون. لا تقلقوا، فقد اطلعت من عند ربي على أمور لا يعرفها هؤلاء الكهنة، سيجدون أنفسهم مجبرين على شراء القمح منا. من حيث إنني أثق بما يقوله جناب يوزرسيف فلن أقف بوجه تدبير المعبد. أرجو لتوقعات جناب يوزرسيف أن تصدق في نهاية الأمر. إن أردتم أن يهدأ بالكم وتطمئنوا فاعلموا أن كل البلاد المجاورة لبلادنا قد أصابها القحط للأسف، ولن يتمكن الخماه والكهنة أبدا من تأمين الحنطة من أي مكان آخر. وهل أنت واثق؟ هذا جيد جدا، فأنا لم أكن أعلم ذلك. هذا جيد لهزيمة الكهنة، لكنه ليس بالأمر الجيد أبدا لأهل تلك البلدان. نحن قد توقعنا القحط، أما هم فلم يفعلوا وسيشق عليهم الأمر. ما الذي يفعله أهل كنعان بالقحط؟ يهودا انظر،
هذه حنطة 10 سنابل. لا نفع من حصاد هذا القمح. بنيامين، قل لأبينا إن القمح كله على هذا النحو، فهل نحصده أم نتركه على سنابله؟ انتظروني لأسأل. نحن على ملة إبراهيم الحنيف، وكتابنا صحف إبراهيم. ومن كان حضرة إبراهيم يا جدي؟ كان جدي لأبي، كان أحد أنبياء الله، كان أول الناس قدوما إلى أرض كنعان. أخبرني يا جدي، هل عاش غيرنا في أرض كنعان قبلنا؟ أم أن أول من استوطن في أرض كنعان هم نحن؟ أخبرنا. لا يا بني، فقد كانت كنعان قبل أن نكون، وقد استوطنها غيرنا قبلنا. أخبرني جدي، لماذا يدعوننا بني إسرائيل؟ أهل كنعان القدماء يطلقون عليكم اسم بني إسرائيل، لأنكم يا أحبائي أنتم أولادي وأحفادي، فاسمي الآخر هو إسرائيل. إذن أنتم وأباؤكم جميعا تدعون ببني إسرائيل. السلام على نبي الله. ما الأمر بنيامين؟ أبي، هذا حال القمح السنة، فهل نحصده أم نذره؟ وإن كنا لن نحصد إلا قليلا من الحنطة وكثيرا من التعب، لكن ما الحيلة؟ نحن مقبلون على أيام صعبة، عليكم بحصاد القمح وادخروا منه كل ما أمكنكم، وعليكم بالاقتصاد فيه فلا تسرفوا، وإلا فإن القحط سيحصد منا أرواحا كثيرة. سوف نسعى جهدنا ولن نذر سنبلة إلا حصدناها، فإن لم تحتوي على القمح فعساها تكون علفا لبهائمنا. احصدوا احصدوا، ما حصدتموه غنمتموه. حسنا يا أبي. أرى أن أبنائي قد أعظموا الخير والبركة في حياتهم منذ 30 سنة، فهم منذ أن ضاع أخوهم لا يجدون ما يسدون به جوعهم. حسنا يا أبنائي، أين كنا؟ من أين لي القمح؟ فلا وجود للقمح إلا في مصر عند يوزر سيف. لقد ابتلع كل حنطة مصر بسنابلها في مخازنه. نعلم ذلك، إنما قصدنا القمح خارج مصر في البلاد المجاورة. أعرف أخبار الكرتيين والهيتانيين، فتلك البلاد غزاها القحط أيضا. عليكم باستطلاع البلاد الأخرى، فعسى نستطيع استيراد القمح منها. هيا بنا. ما سبب قدومكم إلى المدينة؟ سيدي، لقد غزانا الجدب في مسقط رأسنا، قالوا إن الغلة في مصر، فقصدناكم عسى أن نجد فيكم عونا لنا. لابد أنكم من الهيتيين. نعم نحن كذلك. انتظروا ريثما أراجع في أمركم، فليبقوا هنا حتى أرجع إليهم. هيا.
لقد أقدم حتى اللحظة 400 مولى في طيبة على إعطاق عبيدهم وجواريهم للتخلص من أعباء القحط. هؤلاء العبيد والجواري هم في عداد المحتاجين، ويحق لهم استلام الحنطة مجانا. لما تعطونهم بالمجان؟ لماذا لا تقومون بإشراكهم في الأعمال؟ فأنتم تحتاجون إلى كثير من العمال في تقسيم الحنطة وإدارة المخازن ومراقبتها. أعطوهم الحنطة مقابل العمل. أحسنت أسينات، إن اقتراحك في مكانه. علي أن أكون شاكرا لجناب أخناتون والسيدة نفرتيتي على اختيارهما لك زوجة لي. هكذا يمكننا سد النقص في عديد القوى العاملة لدينا من خلال هؤلاء العبيد. فليحيا يوزر سيف الحكيم. تحية الله عليك. عالي المقام، جئتك من الباب الشرقي للمدينة. دخل علينا أهل إحدى البلاد المجاورة وأظنهم من الهيتيين، يريدون شراء القمح، فماذا أصنع؟ عليكم أن تستطلعوا إن كان القحط قد غزاهم. لا تعطوا الحنطة لأهل البلدان الأخرى. سوف نبلغ الجميع بأسماء البلاد التي حل بها القحط. لا توزع الحنطة إلا قوت شهر، أي 10 أكيال، لمنع ذوي الأطماع بلوغ أطماعهم، واحتسبوا ثمنه بثمنه أيام الوفرة. أثبتوا أسماءهم وأوصافهم وأسماء بلادهم فلا يقتلون أكثر من مرة في الشهر. احرصوا على تفتيش متاعهم فلا يكون فيه السلاح وما أعد للحرب من عتاد. هذه لائحة بأسماء البلاد التي حل بها القحط والجدب. قولي شيئا يا سيدتي، لقد أجمعوا أمرهم على هلاك المعبد، فهم يضايقوننا حتى في تسليم الحنطة. وماذا يمكنني أن أصنع؟ فقد حالوا دون دخولي إلى القصر منذ مدة مديدة، لا يتكلمون عندما أكون حاضرة، ويعتبرون أنني واشية للمعبد وعينه في القصر. لو أننا نتمكن من تأمين حنطة المعبد لعدة أشهر لجعلنا المعبد يكتفي بمحصول السنة القادمة. كن واثقا أن السماء لن تمطر قبل 5 سنوات، فلا تمني نفسك بزراعة القمح. لا أدري لماذا تتحقق جميع توقعات يوزر سيف على الدوام. طالما كنت أملنا الوحيد يا سيدتي، ليس في قصر أخناتون، إنما أمن حوتب. أسمعت؟ ابني هو أمن حوتب، ولن أدعوه بغير هذا الاسم أبدا، ولن يجري على لساني ذلك الاسم الباعث على السخرية. اهدئي سيدتي، اهدئي سيدتي. آمن حوتب لم يكن في قصر آمن حوتب ناصرا لنا غيرك أنت سيدتي. لا ينبغي لك سيدتي أن تنسي خدمة آمون. حاولي مرة أخرى قصد أخنا. عذرا، عذرا سيدتي، أرى أن تقصدي جناب أمن حوتب، فعسى أن نحصل منه على الحنطة التي نريد تأمينها. حسن الانصراف، سوف أبذل قصارى جهدي. احذر غضب الآلهة، احذر غضب آمون. أمن حوتب، إن لعنك آمون فسوف تستحيل أنت ومخازنك رمادا. يوزر سيف قد خدعك أنت وقد خدعنا جميعا أيضا. اتركوني، أرجو أن ينهدم هذا القصر وأن تهلك أنت ويوزر سيف. اتركوني أيها الحمقى، اتركوني لحالي. لا تغضب آمون أكثر من هذا. غاضبة جدا. أنا واثقة أنها سمعت من المعبد أخبارا ساءتها. هو كذلك، سمعت أخبارا عن فشل الكهنة. أخبرتكم أنهم لن يفلحوا في الحصول على الحنطة أبدا. كلما دخل إلي شك في إيماني بك وبما تدعو إليه، رأيت شيئا منك ومن قدرة ربك الواحد الأحد، فيزول شكي ويعود إلي يقيني.
أنا لا أشك أبدا أن لك مع ربك الواحد أسرارا ونجاوى. لقد شهدنا عدة مرات حتى الساعة انهزام أمون أمام الله الواحد المقتدر، ولا شك في أن هزيمة ألخماه وخضوعه إزاء شراء القمح ما هو إلا مقدمة للهزيمة النهائية. أملي الوحيد هو أن أعلن دين التوحيد دينا رسميا في بلاد مصر، وأسحب بساط الشرك وعبادة الأصنام. أنا واثق وأطمئنكم أن ذلك اليوم قريب. انتظروا قليلا حتى تنفد خزائن معبد آمون ويقل مالها وتزداد معرفة الناس بعيوب الآلهة التي يعبدون. وهل سيأتي ذلك اليوم الذي تنتهي فيه آلاف السنوات من تسلط الإله آمون المخادع والكذاب؟ إنما جرت إرادة الله على هذا النحو، على أن ينتصر دين التوحيد على الشرك وعبادة الأصنام، وسوف يتحقق وعد الله سبحانه وتعالى قريبا. قلقي الوحيد هو من ناحية السيدة، فهي بمقدورها أن تثير الكهنة وتؤلبهم على حكومتكم أو على أهدافنا. إن كان خطر السيدة كبيراً فلنا أن نرميها في السجن. كلا جناب الحاكم، إن هي لزمت بيتها وخضعت للمراقبة كي لا تتمكن من الاتصال بأعدائنا فهذا يكفي. حسناً، أخبر هورنهوف فليحضر. السيدة ستخضع للرقابة من اليوم، لا حق للكهنة في الاتصال بها، فلتمثل أمامي في أي وقت شاءت لقائي، لكن لا يحق لأحد أن يدخل عليها قصرها أو يخرج منه. أخبرنا تجار البلاد الأخرى أنه لا يمكن بيع القمح إلى مصر. قالوا إن البلاد المجاورة حل بها القحط أيضا، ولا وجود للحنطة في مصر أيضا، فمن كان قد ادخر القمح بنفسه فقد أنفقه في السنتين المنصرمتين. لا حيلة إذن، لا يمكننا أن ندع آلاف الأشخاص من خدمة معبد آمون يقضون جوعا. علينا إذن أن ندفع ثمن القمح. لكن سيدي، قوة المعبد كلها تكمن في ثروته. بل تكمن قوة المعبد في خدمته وحاميته، لا يمكن لنا أن نبقيهم جائعين. إن ثمن القمح الآن أكثر بكثير من ثروة المعبد، يجب علينا أن نغض الطرف عن جزء من ثروة المعبد. خذوا صندوقا من خزينة المعبد وليصحبكم بعض الحراس واقصدوا بها مخازن طيبة واشتروا من هناك الحنطة. إياكم أن تعودوا بلا حنطة. ترون أننا بوجه يوزرسيف أصبحنا مجبورين على تقبل الهزيمة. لكنني سوف أنال من أخناتون ويوزرسيف عندما تسنح الفرصة. فلتغضب الآلهة على يوزرسيف، أرجو أن تحل عليه لعنة آمون. هذه الثروة هي السبب وراء عظمة آمون وقوته. أرجو ليوزرسيف وسيده أخناتون أن يصليا نار غضب الإله آمون. كيل واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة عشر كيلاً.
أكنت أما؟ عشرة أكيال التالي، عشرة أكيال التالي. أرجو أن تستحيل هذه الدراهم نارا فتحرقكم أنتم ومخازنكم في آن. أرى أن ألم فراقك لهذه الدراهم هو كالنار التي تكوي قلبك ولست أراها تصل إلي. هل هذه 3000 دبن؟ أجل. أها. 1000 كيل للمعبد، 1000 كيل التالي. الكيل بدبنين لسوانا، أما لنا فالكيل بـ3. أترون؟ هذه هدايانا ونذوراتنا. أجل، نحن ننفقها على آلهتنا وهم ينفقونها على أنفسهم. الناس التصقت بطونهم بظهورهم من شدة الجوع، أما هؤلاء الكهنة فلا يرون أقدامهم لضخامة بطونهم. متى نرتاح منهم ومن شرهم؟ الحمولة كبيرة جدا، لا نستطيع تحميلها كلها. هيا هيا احملها. فلنعد للنجل بعد. احملها. إياكم أن تهدروا منه شيئا. أنت ابقى هنا، نحن سنوصل هذه الحمولة وسنعود لاحقا. حاضر حاضر. حسنا حاضر. لماذا تتسبب في أذية الناس؟ هل أنت مختل؟ هيا اذهبوا اذهبوا والعبوا في مكان آخر. سيدة زليخة، أهذه أنت؟ من تكونين؟ ولكن كيف لا تعرفينني؟ أنا كنت في الماضي إحدى خادمات القصر، وبعد أن أقدمت على إعتاق الجميع تزوجت وأصبحت من ربات الحجاب. في الحقيقة ما زلت خادمتك سيدتي. جيد أنك رتبت أمورك. تعالي سيدتي، تعالي إلى بيتي، إنه في الجوار. لا لا، علي الذهاب. إلى أين؟ فهذا ليس طريق القصر. أخبرني أحدهم أن يوزارسيف عازم على السفر إلى مانفيس، لذا أريد أن أقصد بوابة الشام. فالنيل ضحل ماؤه، ويوزارسيف لابد أن يقصد منفيس من طريق الشام. أود لو أنني أراه. ممن سمعت ذلك؟ من صديق؟ أو لعله غريب أراد لك الأذية سيدتي؟ بل كان أحد الفتية من السوق والأزقة. وأظنك أعطيته جائزة عظيمة أيضا. ألا ينبغي لمن يبشرني بيوزارسيف أن ينال جائزة عظيمة؟ حتى ولو كان خبره هذا كاذبا. وماذا إن صدق ورأيته في المكان الموعود؟ ولكن سيدتي، عيناك أصبحتا لا تبصران جيدا، فكيف عساك تنوين أن ترى يوزارسيف؟ ما زال فيهما بصر ضعيف. إنني لا أحتاج إلى عيني اللتين في رأسي لأرى يوزارسيف، يكفيني فقط أن أشم ريحه، فهو دائما معي وبصحبتي، وهو دائما يحضر خلف عيني المغلقتين. أنا لم أعش لحظة واحدة من غير يوزارسيف، ولولا ذلك لكنت الآن في عداد الأموات. مسكينة زليخة، كان عشقها هوسا في البداية، لكنه الآن أصبح شغفا حقا. إنه يوزارسيف. يوزارسيف، هل هو جميل؟ الجميع يتكلمون عن صدقه. يوسف يوسف، أمالك.
ما الذي حصل على المقال؟ هل تبحث عن أحد ما؟ سمعت أحدهم يناديني باسم يوسف، والحال أن الجميع هنا يعرفونني باسمي المصري. هل تبحث عن أحد سيدي؟ سمعت صوت امرأة تناديني يوسف بالتماس ومن أعماق قلبها، أظنه صوتا مألوفا. انظروا هل تجدون صاحبة الصوت؟ البحث لا يجدي، فالعثور على شخص والتعرف إليه من صوته بين هذه الجموع أمر غير ممكن. انطلق. تاما ابنة يا باتما. أنت أيضا معتوقة؟ يحق لك استلام حنطة شهر كامل بالمجان. عشرة أكيال. التالي. أنا أدعى تياميني ابنة بينجي. وهذه وثيقة اعتاق. يحق لك استلام حنطة شهر كامل. عشرة أكيال. التالي. هذه 20 كيلا. اذهب. لماذا لا يمكنني أن أنساها أبداً؟ السبب هو أنك تحبينها. زليخة؟ في السابق كنت أغضب من هوسها. أما الآن صرت أيضاً أحبها. لقد أضحت امرأة مظلومة. لا أدري، فنحن لم نكن ننوي العودة إلى هنا أبداً. لقد شغلنا الحديث فسهونا عن الطريق حتى وصلنا إلى هنا. إن رأت السيدة زليخة الآن فأنا أظن أنها ستتثاقل من عودتنا. أتوافقين أن نعطي السيدة بعض الحنطة؟ أجل، أنا أوافق، لأنني أعلم جيداً أن السيدة لن تقصد المخازن أبداً لطلب الحنطة. أخشى أن تموت جوعاً نهاية المطاف. هيا لنذهب. ترى إلى أين ذهبت السيدة زليخة؟ أنا لا أدري، لعلها داخل القصر. سيدتي. سيدة زليخة. سيدتي. 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 سيدة زليخة. سيدتي. سيدتي.
سيدتي. سيدة زليخة، ترى أين ذهبت؟ سيدتي أين أنت؟ سيدتي سيدتي سيدتي. لقد تذكرت، تاما، أنا أعرف أين هي، في ميعادها المعهود، ستعود عما قريب. تعالي بنا نطحن بعض القمح ثم نصنع عجينا. رائحة خبز طازج. من هنا؟ سألت من هنا؟ مرحبا سيدتي، أهلا بك في بيتك. لم نجدك في أرجاء القصر، تفضلي الخبز الطازج. لقد علمنا أنك عائدة قريبا، لا شك أنك جائعة، حضرنا الخبز الطازج. صرتما تجيدان الكلام الجميل. من الذي طلب منكما العودة إلى هنا؟ تعالي سيدتي، هيا تعالي اجلسي وكلي بعض الخبز الطازج. خشينا أن تكون السيدة جائعة، فطحنا بعض الحنطة وأعددنا الخبز الطازج، وتركنا أيضا هنا بعض الطحين. قلنا فلننتظر لنرى السيدة ثم نغادر بعد ذلك. لا حاجة إلى المغادرة، لا ينبغي للمرء أن يغادر بيته. نحن لا مكان لنا نذهب إليه سيدتي، كنا في هذا القصر منذ الطفولة وحتى الكهولة، أين نذهب الآن؟ نعم، من جهة قد اعتدنا على هذا المكان، ومن جهة أخرى نحب السيدة. حاولنا أن نغادر، لكننا لم نعلم أين نذهب، ثم انتهت بنا السبل إلى باب القصر دون ما قصد. أنا أحتاجكما أيضا، فابقيا إن أمكنكما، لا أحد لي الآن. إلى لقاء يوسف. أجل يوسف، ولكن هل رأيته؟ أجل رأيته، ورأيته بوضوح. مهما ناديته يوزرسيف لم يسمعني، إلى أن ناديته باسم يوسف، سمع عني وبحث عني. وهل رأك هو؟ لا، لقد قمت بتغطية وجهي، لم أحب أن يرأني بهذه الهيئة، لكني سعيدة إذ تمكنت من رؤيته بوضوح. بهاتين العينين الضعيفتين؟ أجل، فسبب سعادتي أنني وقبل أن أصاب بالعمى
لقد رأيت يوسف، ما أعز شأنه وأبهى طلعته وأكرم مقامه. الكل كان مسرورا برؤيته. ساءني أمر الناس إذ إنهم يحبونه على رغم حبي له. وراقني أمر الناس حينا إذ إنهم يعظمون محبوبي ويعتزون به كما أنا لطالما أحببته واعتززت به وحده. نحو المخازن. فليرعى الله ويحفظ يوزر سيف الحكيم، فهذا من درايتكم. فلولا أنك ادخرت القمح بسنابله لكانت بهائمنا قد قضت حتى الآن. هذا كله من عنايات الله تعالى شأنه. لا يخفى عليك أن ادخار القمح بسنابله له فوائد أخرى ستعلم بها لاحقا. ستون كيلا. التالي. نؤمون بن غوتكي، رب لسبعة أولاد، 15 رأس غنم وبقرتان، 70 كيلا لسبعة أشخاص بسبعين دبنا، وكيس علف للبهائم بعشرين دبنا، المجموع 90 دبنا. لا دبن معي. مجوهرات، ذهب وفضة. ولا ذاك للأسف الشديد، لكن عندي غنم وأبقار. لا مانع، يمكنكم استلام البقر والغنم أيضا، لكن عليكم أخذ الوثائق ليعلم لاحقا أنها تعود لمصر، ثم أعيد تلك البهائم إلى أصحابها ليحفظوها عندهم. تقصد أن الغنم الذي سلمته لقاء الحنطة يمكنني أن أحتفظ به عندي؟ ولكن عليك أن تعلم أن ملكها يعود إلى حكومة مصر، وعليك أن تعلم أيضا أن الحكومة يمكنها أن تستردها منك متى شاءت. أشكرك نبي الله، أشكرك، لم أسمع بأفضل من ذلك. أعطوني الحنطة لقاء إحدى بقراتي. أي سند علي أن أدمغ؟ أشكرك من صميم قلبي. في حفظ الله. إن لم يكن معهم دب فخذوا منهم الذهب والفضة، وإن لم يملكوها فخذوا منهم البهائم والتبقى عندهم أيضا، وإن لم يملكوها أيضا فخذوا منهم البيوت والأراضي، ثم أثبتوا ملكية الدولة للبيوت واضمنوها ودعوهم يسكنون فيها. كذلك المزارع، أثبتوا ملكيتها للدولة ثم دعوهم ليزرعوها كسابق عهدهم. أما أنا فلا أفهم، ما هي الحكمة؟ التالي. هدفي هو تحقيق العدالة، ستفهم لاحقا، فلننطلق. هذه المعاملة أقرب إلى المزاح منها إلى المبادلة، فأنتم تعطون الحنطة مقابل ثروات الناس ومزارعهم وبهائمهم، لكنكم لا تتملكون شيئا. تحلى بالصبر، فإذا حان الوقت سيغدو هذا المزاح حقيقة لم تكن يوما في وارد تصور حدوثها. اعلم أن مصر يجب أن يصبح عليها سافلها، سيصبح أعزاؤها أذلة الناس وينال أذلاؤها موقعهم الذي يليق بهم. وهل هذا ممكن؟ إن شاء الله تعالى نعم. Oh.
كنت واقفا في يوم من الأيام مغرورا مدهونا بالطيب في المعبد الجميل في غرفتي، وكنت ستشهد على خطيئتي في ذلك اليوم، وأنا غطيت وجهك خجلا منك. ماذا حصل؟ لماذا صرت بين الأقدام؟ أعلم أنني غافلة عنك منذ مدة. أنت تراني عليلة وعاجزة وغير قادرة على الاهتمام بنفسي، فأنا لم أنسك وحدك، بل حتى نسيت نفسي. فما دمت أنا صاحبة جاه وجلال، كنت أنت أيضا معززا. وما إن غفلت عن نفسي، غفلت عنك أيضا. ولا يخفى عليك آمون، لعل غفلتي عنك كانت عمدا. أنت تعلم أنني قدستك طيلة عمري، لكنك وللأسف لم تكن تهتم بعبيدك أبدا، ولم تكترث بي. أنا آلهة معبد آمون، أنا استحييت من اقتراف الذنب في محضرك، لكنك رأيتني ذليلة بين الناس ولم تحرك ساكنا، لمساعدتي. على كل، أنت آمون رع كبير آلهة المصريين. لكن ليس مؤخرا، فهم على وشك أن يستبدلوا إله مصر. أقصد أن يوسف يريد استبداله، هو يريد أن يستبدلك بإلهه الإله الواحد الأحد. الحق معه. أليس كذلك؟ أرأيت يا آمون، فيوسف لم يكن إلا عبدا، وقد جعله ربه عزيز مصر. من البديهي أن يقدس يوسف هكذا إلهه الواحد. ألا ينبغي له أن يكرم إلها يهتم بعبيده؟ ألا يجب عبادته بدلا من عبادة آمون؟ أنت ماذا قدمت لي؟ أقله لو تعلمت الاهتمام بالعباد من رب يوسف. عبودية يوسف ما زالت معي، هل ترى؟ فرب يوسف أخرج عبده من حضيض الذلة إلى أوج الكرامة والعزة، أما أنت فأخرجت سيدة مصر من أوج العزة إلى هذه الذلة.
لعنة رب يوسف وكل الآلهة على آلهة مفلسة مثلك، آلهة رمت بهذا الذل. أنت أعجز من أن ترمي زليخة في الظلم، فأنا أظن أن ذل زليخة هو أيضا بإرادة ربي يوسف. هذا الذل جدير بي. فأنا أسأت ليوسف وأسأت لربه. هنيئا ليوزرسيف ما أحسن ربه وإلهه. من هنا؟ أتريدين مني شيئا؟ لا سيدتي، لقد جئناك بالطعام. رأيتما ماذا فعلت بآمون؟ يستحق ذلك، كان يجب أن تفعلي ذلك منذ وقت طويل. كيف لي أن أؤدي حق ربي يوزرسيف؟ كيف لي أن أرضيه عني؟ كيف أرضيه؟ كيف؟